كان ثم موضوع كبير وهو اللي أثار المشكلة ربما في سليان. واحد من الأشياء اللي أثارت المشكلة الكبرى في سليان هي الأراضي الدولية وهي شركة الأحياء. بالنسبة لشركة الأحياء رجعنا كل الشركات هذه، رجعنا كراس الشروط، فوجدنا أن الناس هذوم اللي خذوا الأراضي الدولية ما قاموش بالواجب. فأحنا كان واجبي أن نراجع المسائل هذه، فاسترجعنا في خلال 10 شهور تقريبا 17 شركة أحياء ومساحتها الإجمالية تقريبا تفوق 10,000 هكتار. مباشرة بعد استرجاعهم وبالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية ومع مختلف المؤسسات في وزارة الفلاحة أعدنا استثمار الأراضي هذه، حرفناها وزرعناها، وكانت الصابة ترجع للأرقام طوى اللي كانت في خلال موسم الحصاد في 2012 كانت صابة كبرى، حتى أنه ما كانتش تكفي البنية التحتية لتخزين الحبوب بعد المناطق اللي استرجعناها الفلاحية اللي هي شركة الأحياء. فتحنا باب المناطق الصناعية ونفس العملية عملناها باش نعمل مراجعة، ولأنه ملف كذلك كبير وأظن إلى حد الآن ما زالت الوضعية كما هي. من الأشياء اللي كذلك أثارت اللي هي تصفية الحظائر، لقيت فيه أشياء كبيرة وإخلالات كبيرة، فيه ناس معناها تاخذ في شهريات وهي ما تخدمش، لقيت ناس يخدموا في ديار مسؤولين مثلا. بالنسبة كذلك بطاقات العلاج المجاني، وقت رجعنا سحبنا بطاقات من الناس اللي ما يستحقوهاش وعطيناها الناس يستحقوها، فهذه كذلك أثارت الكثير من الإشكاليات في الجهة، وكلها تدخل في ملفات الفساد اللي قاومتها واللي هي كانت السبب الرئيسي في إثارة المشاكل. عندنا موضوع آخر، موضوع العلف، كانوا بعض السماسرة يأخذوا هالأعلاف هذه ويبيعوها في السوق السوداء وتمر إلى ولاية أخرى ولا تدخل حتى إلى سليان، فقمت أنا بتنظيم العملية هذه وعملنا معناها إجراءات إدارية بحيث اللي يجيب الكميات هذه بتاع العلف ما يبيعها إلا في سليانة ويكون عنده سجل لشكون باع وقديش الكمية، حتى أنه نقضي على تهريب هذه الأعلاف إلى منطقة أخرى ويبقى الفلاح والمواطن البسيط مسكين اللي هي مورد رزقه يعاني من شح في العلف. هذه كذلك أثارت مشاكل للوالي. عندنا كذلك موضوع آخر اللي هو رخص النقل. رخص النقل هذه كانت تعطى بالمحسوبية، كانت تعطى بالمعارف. عاودنا فتحنا الملف هذا كله وصححنا ما يمكن تصحيحه وعطينا الرخص للناس اللي يستحقوها وسحبنا الرخص من الناس اللي ما يستحقوهاش. فوقوف الوالي في وجه هذا الفساد كان من الأسباب الرئيسية في المشاكل اللي حصلت في سليانة. موضوع التواصل هذا اللي اتهموا به الوالي أنه مش متواصل مع المجتمع المدني، ثم منظمة وحيدة قرر القيادة فيها قررت أنها لا تتواصل مع الوالي اللي هما المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بسليانة. هذوما ماخذين قرار، هي جلسة وحيدة تمت معايا، وكان كنت أنا نتكلم مع التنمية وكنت كان مع التعاون مع منظمة عريقة تستطيع أن تقوم بدورها كذلك في التنمية في سليانة، لكن الرد كان واحد هو أنه ما عندناش مشكلة مع الوالي لكن الحكومة هذه باش نطيحوها. الكلام هذا ما هوش استنتاج وما هوش تحليل، هذا نقل. نحب نقول أنه نهار 21 نوفمبر تقريبا مع الساعة 5 مساء صارت مشادة، مشكلة صغيرة بين 2 من الموظفين اللي هو كاتب الوالي والكاتبة العامة للنقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل بالولاية. فعلى إثر المشكلة هذه تدخل السيد أحمد الشافعي، رغم أني أنا أخذت قراري بإحالة الكاتب على مجلس التأديب للنظر في الموضوع وش نواصل الإجراءات الإدارية بعد. معها تقريبا 8:30 متاع الصباح نسمع في حس وكذا، إلا أن يفاجأ بلي تقريبا السيد أحمد الشافعي مع أكثر أعضاء المكتب الجهوي ومعهم تقريبا في حدود 100 أو 150 شخص يقتحموا الولاية ويدخلوا على الوالي ويحاولوا إخراجه بالقوة.
وتقدم هو نفسه السيد أحمد الشافعي يحب معناه يسحب الوالي، لكن أنا ما خليتلوش الفرصة وقلت له مستحيل أنه أنا المسؤول الأول في الجهة هذه باش نخلي الولاية ونتخلى على مسؤولياتي ونخرج من الولاية. أنا ما نخرج كان شهيد من الولاية. وقت يسمع الكلام هذا خرج وحاول باش يخرج الناس اللي جابوا معاه، لكنهم رفضوا وقعدوا في المكتب وعاثوا فيه الفساد وكسروا وخذوا الوثائق والمستندات والريدوات نتاع البيرو والفتيات وعاثوا فيه فساد بحيث المكتب ما عادش مكتب يصلح للعمل. واستمر حصار الوالي لحد تقريبا الساعة الخامسة مساء، يعني من التسعة للخامسة مساء. نهار الاثنين استدعيناهم ما لبوش الدعوة وما جاوش، وفي نفس اليوم ذاك قروا إضراب عام في الجهة بدون احترام الإجراءات اللي متعودينها، اللي هي أعطانا مهلة 10 أيام. انطلقت المسيرة يعني من أمام الاتحاد وتوجه الجميع إلى مقر الولاية. جمع ذاك اللي قدر في حدود 5000 في اليوم الأحداث الدامية ذاك تاعنا 27، ما كانوش أولاد سليانة فقط، كانت في بدايتها سلمية فلم يعترض الأمن سبيلهم، ولكن سرعان ما أصبحت العملية فيها عنف، ثم محاولات الهجوم على اقتحام الولاية، فالأمنيين حاولوا صدهم ولكن كانت الهجومات أقوى، فاضطروا إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع الكريموجين، وأصبح هناك كر وفر هجوم على الولاية، ثم الأمنيين يصدوا المتظاهرين، وبقيت العملية لمدة ساعات بهذا الشكل حتى بلغني أنه نفذت الكمية متاع الكريموجين اللي موجودة عندهم، واضطر الأمنيون لاستخدام سلاح الرش اللي أنا شخصيا ما كانش عندي به علم، ما كنتش نعرفه. الوالي من يوم اقتحام المكتب لم يعد له أي مسؤولية في إدارة الجهة. مع قدوم المسؤولين الأمنيين الجهويين والمركزيين من وزارة الداخلية هم تولوا الأمر. لا ساهمت لا في الخطة الأمنية، لم أستشر لا قبل ولا بعد. فأنا في النهاية في الختام أجدد التحية وأجدد التعاطف مع سليانة ومع أهالي سليانة ومع أولاد سليانة، وأرجو أنه السياسيين والمنظمات الكبرى في هالجهة الكلها تتكاتف لخدمة الناس اللي عاناه ومساكن من الفقر ومن التهميش ومن الإقصاء. أرجو أن الإعلام ينتبه ويرسل الرسائل الإيجابية اللي تجعل المواطن عنده تفاؤل بالمستقبل. منيش كل يوم في البلاتوات وإحنا نجلدوا في بعضنا ونشيطنوا في بعضنا، وما عادش فما حتى احترام لا لرئيس ولا لوزير ولا لوالي.